نالت أصوات الفرحة وامتزجت بإيقاعات فرقة عبيدة درما، وتراقصت على إيقاعاتها أفراد من الجاليات العربية والإفريقية وحتى المكسيكيون الذين شاركوا المغاربة هذا الفرح الاستثنائي ضمن احتفالية نظمتها سفارة المغرب وسفارة قطر في مكسيكو. فرحين بهذا الإنجاز وبزاف مع الأسبوع الثقافي اللي احنا كنظموه هنايا وكنحتفلوا به في سفارة قطر. الحمد لله والباقي إن شاء الله أفضل. ممثل العرب والأفارقة المنتخب المغربي بتأهله التاريخي لنصف نهائي مونديال قطر حقق حلم كل مشجع وزرع الفرحة والسرور في قلب المغاربة داخل الوطن وخارجه. مبروك لبلدنا الشقيق المغرب وإن شاء الله عبال الكأس يا رب. أجواء حماسية وفرحة خاصة، الكل يشجع والكل ينوه بالدور البارز الذي قام به المدرب الوطني وليد الرجراجي الذي استطاع أن يقود سفينة المنتخب الوطني بأمان ليحقق حلم المغاربة بتحقيق نتائج مشرفة في هذا المونديال.